السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم هذه الوصفة، أصابع البتيتا المقرمشة أو أصابع البطاطا المقرمشة. موادها كلش سهلة وكلش يعني بسيطة، وطريقة تحضيرها أيضا كلش سهلة، وبنفس الوقت هي كلش طيبة ومقرمشة. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير هذه الوصفة اللي تجنن. المواد اللي احتاجها لتحضير اصابع البتيتا المقرمشة عندي هنا، هذا تقريبا يعني هو كيلو بتيتا، هذا اخر شي كان باقي عندي بالسلة، خليته كله وسلكته وتركته يبرد وقشرته. عندي هنا ملعقتين كبار مملوءة من النشا، ملعقتين ونصف كبار مملوءة من النشا. احتاج نصف ملعقة كوب من الفلفل الاحمر، احتاج ملعقة كوب من الفلفل الاسود، احتاج الملح، وبعدها بالاخير احتاج عندي هنا البقسم، الخبز المجفف. واذا ماكو عندكم خبز مجفف تقدرون تيبسون الخبز بعدها تطحنوه بمحضرة الطعام او الدقوب الهاون او حتى بماكينة اللحم، يطلع شيء ممتاز. او اذا ما عندكم مستعجلين تريدون تسووها نفس الوقت، جيبوا خبز وثرموه بمحضرة الطعام وجهزوه، يعني ما يحتاج تنشفوه. فيعني ترهم بالبقسم وبالخبز المجفف المطحون. واحتاج عندي هنا الطحين، وراح اضيف له مي حتى اسوي يعني هذه الخلطة، اسويها مثل البيض، بدل ما استخدم البيض بالاكل مرات استخدم الطحين والمي هو الافضل. اول شيء راح اطحن هذا البتيتا كلها، راح ابرشها بهذا الشكل حتى يسهل عجنها. بعد ما انتهيت من هرس البتيتا راح اضيف لها عندنا او برش البتيتا، راح اضيف لها الملح، اضيف الفلفل الاحمر، اضيف الفلفل الاسود، واضيف النشا، قلنا ملعقتين ونصف اكل مملوءة من النشا، واخلطهم. بعدها اخذ من العجينة شوية شوية على شكل كرة، اسويها على شكل اصابع بهذا الشكل، هذا الشكل اصابع، واتركها على جهة. الشكل شوفوا شلون تكون متساوية أفضل. راح أحضرهم كلهم نفس هذه الطريقة، قاعد شوية بالماء ثلاثة التصق، شكل راح احضرهم كلهم اول شيء، وبعدها راح اخلي الزيت على النار واسخنه، وابدي بغمسها بالخلطة الطحين والمي وبعدها بالبقسم واقليها. بعد ما انتهيت من تحضير كل اصابع البتيتا شوفوا شلون طلع، يعني طلعت كمية كبيرة. راح اخلي القليل من الفلفل الاسود على الطحين والقليل من الملح، وأضيف الماء وأخلطهم إلى أن ما تصير عندي عجينة سائلة.
وبنفس الوقت خليت الزيت على النار بدأ يسخن الزيت، وراح أبدي أغلفها لهذه أصابع البتيتا. أول شيء هذه خلطة الطحين، وبعدها بالبقسم، هذا الشكل، وأخليها بالزيت وأقليها. راح أجهز كم وحدة إلى أن ما يسخن الزيت. بعد ما سخن الزيت راح أخلي هذه أصابع البتاتا وأقليها. أقلبها شوية على الجهة الثانية، شوفوا بسرعة يعني استوت أصابع البتاتا المقرمشة، شوفوا بسرعة استوت. أقلبها شوية، واستمر بالتحضير والقلي من أنتهي من عندهم أرجع لكم. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها، وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.